برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسم السمعان، حلقة جديدة ومميزة بعنوان أعيادنا مواسم للعمل الإنساني. وقد استضاف البرنامج في الاستوديو قدس الأب نبيل حداد والمفكرة والعالم الدكتور حمدي مراد من مركز التعايش الديني. وقد دار حوار الحلقة حول كيفية ربط مواسم الأعياد بالخدمة الإنسانية في ظل الأجواء الإيمانية والروحانية التي تصنعها الأعياد. فإلى هناك، لما أقول مجوس، المجوس مروا من عندنا من هون سيدي، صحيح، مروا من عندنا من هنا إلى بيت لحم. وأقول دوما من عمان التي تحب القدس وتعشق بيت لحم، ما في مكان في العالم يمكن أن نسمع فيه أصداء الترنيمة الخالدة المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة الذين بهم المسرة. ما في أذان تستطيع أن تسمعها بوضوح لتدخل من آذاننا إلى قلوبنا. نحن هنا في هذا الأردن اللي قلت عنه أردن القداسة، إحنا مروا من عندنا هون المجوس ونذهب معهم اليوم في الطريق لنقدم هدايانا، خضوع لله تعالى، طاعة، حب، ونحمل البشرى، نحمل البشرى كمسيحيين، ونعيش مع إخوتنا المسلمين كما ذكرت في غياب سمعته، أن نعيش ويكون لنا هذه النكهة اللي هي نفحة المسيح الطيبة. سيدنا الشيخ، انت جيت حضرت كمان بزارنا في اللي صار مؤخرا بجمعية النبر، وكان حضورك مميز ومحبتك، وحتى حكيت كلمة جميلة كمان في البزار عن الميلاد. انا حابة انه انقل هذا الشيء اللي حكيته وهي الكلمات المعبرة مباشرة على النورسات، لأنه فعلا تأثرت فيها، أنه كيف نحن مع بعض أعيادنا دائما مناسبة للعمل الإنساني، نجتمع مع سواء، نحب بعض، كيف منعكس هذا الشيء في العمل وليس صحيح. أيضا في الكلام، صحيح. فتفضل سمحتك. يعني هذا صباح مبارك وصباح مقدس لما نلتقي جميعا، وقد ربطت هذه القلوب المؤمنة بخالقها الله سبحانه وتعالى وبأحبابه الذين اصطفاهم على العالمين ليكونوا حملة رسالة الله سبحانه وتعالى في الأرض، ومن آدم عليه السلام مرورا بنوح ومرورا بإبراهيم وبسيدنا موسى عليه السلام، بسيدنا الذي نحتفل بأيامه وساعاته وفي كل وقت وحين. فاليوم نحن نعيش هذه الأجواء الإيمانية الواحدة، يعني كيف لا، عندما حيثما يممت وجهي إلى القرآن الكريم أجد نفسي أمام طوال الصور، وإذا ب يعني كينونتها وجوهرها سورة مريم عليها السلام، كيف لا أستطيع أن أعيش هذه المعاني المقدسة مع إخوتنا المسيحيين ومريم البتول الطاهرة التي شاءها الله تعالى أن تكون هذه الآية العظيمة للكون كله لكل المؤمنين. وفي 32 موضعا آخر في القرآن الكريم، يعني ورود تتناثر عبر هذا الكتاب المقدس عندنا من السورة إلى امتداد هذا الكتاب المقدس. وإذا تكلمنا عن سيدنا المسيح عليه أفضل الصلاة وأجل التسليم، أيضا نتحرك في القرآن الكريم في 23 موضعا في القرآن الكريم، حيثما يممت وجهك ميمنة ميسرة تجده بين يديك هذه الروح، هذه الآية المعظمة التي أرادها الله تعالى برهانا على وجوده الله الواحد الأحد، كما دائما يذكرنا حبيبنا أخي الحبيب أبونا نبيل حداد
الرفيق والتوأم وجوهر دعوة الإيمان للناس جميعا، كيف يحبون بعضهم بعضا، كيف ينهلون من سيدنا المسيح ومن الكتاب المقدس ومن قصص الأنبياء. ونحن يعني حقيقة آيات القرآن الكريم في إطار الإخوة المسيحيين لها مكانة عظيمة. عندما يكلمنا القرآن الكريم عن الآباء وعن حملة الرسالة المسيحية وعن هؤلاء المؤمنين المخلصين فيها، فيقول: ترى أعينهم تفيض من الدمع بما عرفوا من الحق، يقولون ربنا، دعاء وطويل الكلام نعيش روحه في هذه الأيام وفي كل وقت حقيقة، وفي أيامنا المقدسة نعيش هذه الروح المقدسة التي هي سيدنا عيسى المسيح الذي جاء آية عظمى: بلا أب فما من نبي ولا رسول إلا كان له أم وكانت له أب بعد سيدنا آدم عليه السلام، خلقه الله تعالى كن فيكون، وسيدنا عيسى المسيح من أمه البتول بلا أب، طاهرة بروح من الله سبحانه وتعالى. من عنده.